لو تضعنا في آخر الأخبار عن مطار مرج السلطان، هل تمت السيطرة عليه بالكامل أم على أجزاء منه؟ نعم أختي هنادي، تم بعون الله السيطرة على ثاني أكبر مطار عسكري للحوامات في سوريا، وهو مطار مرج السلطان، وذلك بالتنسيق مع عدد من الكتائب ولا سيما كتيبة عيسى بن مريم السباقة في العمليات النوعية، وكتيبة أخرى كالحبيب المصطفى. أيضا تم تدمير الحوامات التي تخصف المدنيين بالكامل وأسر عدد من الضباط، وتم إسقاط حوامتين حاولتا قصف الجيش الحر أثناء تنفيذ العملية، وتم السيطرة على دبابة 72 وعارف بي ان بي والاستيلاء على أجهزة الرادار الموجودة هناك بالمطار وتدمير بعض الرادارات الموجودة. إذا المطار تم السيطرة عليه بشكل كامل، وتم نقل الذخائر والأسلحة التي تم السيطرة عليها من ذلك المكان. الأهمية العسكرية للسيطرة الكاملة على هذا المطار. نعم أختي الكريمة، قام قوات الجيش الحر بالسيطرة سيطرة كاملة بإذن الله تعالى على ذلك المطار. نعم. ويتم أيضا نقل الذخائر والغنائم التي تم الاستيلاء عليها من ذلك المطار بعد تدميره وأسر عدد من الضباط وقتل من فيه من الشبيحة الذين قاوموا وحاولوا إفشال هذه العملية. طيب تميم، ما هي آخر الأخبار حول العاصمة دمشق؟ الأخبار الميدانية في عين مستوى بتأمين المواقع التي يريد قصفها النظام أثناء تنفيذ العملية، وتم تعميم الخبر على الجيش الحر وتفادي تلك الضربات، وذلك بإفشال هذا القصف وإسقاط تلك الطائرتين، أي أن هذا اللواء قام بمعرفة الأماكن التي سوف يتم إرسال إليها طائرات حوامة. نعم. لقصف الجيش الحر، فأخذنا تلك الإحداثيات وعمناها، وقامت كتائب الجيش الحر بدراسة تلك الأماكن وتغيير مواقعها لتفادي تلك الضربات، وهناك عدد من الشهداء في تلك العملية ومنهم خالد محمد خلاف، محمود عبد الفتاح، مصطفى محمد شيخاني، عبد الكريم الخطيب، كلهم شهداء من الغوطة الشرقية. نعم. استشهدوا وهم يقومون باقتحام ذلك المطار. شكرا لك المدني. مراسل شبكة شام في دمشق وريفها تميم الشامي على هذه المعلومات.